نحن بالفعل أمام إشكالية يمكن حلها بسهولة وتفتقر فقط إلى القرار السياسي؟ طيب. ولا هي أكبر من ذلك؟ طيب أنا عندي 8 حلول يا أستاذ سيد. كويس أوي. نعددهم رقم واحد. سريع. الفصل في التربية والتعليم في هيئة الأبناء التعليمية بيبنى ب 250,000 جنيه. 250,000 جنيه بيصرف على الفصل 250,000 جنيه. هذا إذا تم إسناد هذا الأمر إلى شركات خاصة تستطيع أنها تبني الفصول وتبني المدارس. الشرط اللي موجود الآن أن ترفق أو تسند هذه الأوامر الإدارية بالبناء إلى الجيش من خلال شركات محددة ومعلومة بالاسم. شركة محددة هي اللي بتوصل الموضوع للجيش مباشر. فبتصل نسبة أو المبلغ اللي بيبنى به الفصل إلى 500,000 جنيه. ماشي؟ عشان كده رقم واحد لو انت جيت حبيت تعالج هذه المشكلة، احنا عندنا مطلوب على كلام الوزير، انا اتكلم معاه على اساس الراجل مسؤول وعنده رقم محدد. الرقم المحدد عنده 200,000 فصل، اضربهم في 250,000 فصل في 250,000 جنيه هيطلع لي 50 مليار. تمام. فاول خطوة عشان تعالج، اول خطوة عشان تعالج اخلع الجيش بس من القصة واللي يركن على جنب شوية عشان السبوبة اللي تطلع له. حسب سبوبة الجيش، سبوبة الجيش 50 مليار. اطلع من السبوبة بتاعت الجيش وركنها على جنب. اذا كنت بتحب بلدك وعايز بلدك تتطور وعايز تعالج المشكلة، انت ممكن في شهرين او 3 شهور بالضبط زي ما عملت صفقة الرفال في 3 شهور، طلع لي برضه في خلال 3 شهور اوامر مباشرة للشركات الخاصة انها تبني لك 200,000 فصل بخمسين مليار مش بمئة مليار. يبقى أنا كده وفرت. وفي مناقصات يعني ممكن يرسى على العرض الأفضل. ماشي. يبقى أنا كده وفرت 50 مليار من المبلغ اللي هو رصده كمئة مليار. كويس. ده رقم واحد. رقم اتنين، 95 مليار جنيه حق المعلم وحق التربية والتعليم في موازنة الدولة اللي هي نسبتها 4% من الناتج القومي المصري، اللي هي نصيب التعليم في الدستور المصري 4%. بمعنى احنا المفروض عندنا لما نيجي الموازنه بتاعت مصر الناتج القومي بتاعنا 5.2 تريليون. لما تيجي تقسمهم على 4% او تطلع منها 4% هيطلع 210 مليار. النسبه اللي بياخدها التعليم هذا العام واللي اخدها التعليم هذا العام 106 مليار. يعني بتتكلم في 95 مليار حق التعليم سرقه السيسي. ماشي. انا بقول له يا وزير التربيه والتعليم اذا كنت يعني عايز تعالج الموضوع هات اللي سرق الفلوس بتاعتنا وحرمنا من فلوس التعليم وحرق اولادنا اللي موجودين في المدارس دول من انهم ياخدوا فلوسهم، رجع لهم ال 95 مليار بتوعهم وهم هيعالجوا مشاكلهم. هيدخلوا فيهم 50 مليار يعالجوا الفصول والكثافه ويبنوا الفصول اللي ناقصاهم، وال 45% اللي باقي 45 مليار اللي باقيين هيصرفهم على التعليم. ده باقي لنا 95 مليار. يعني مش ده اللي صرف، لا احنا خدنا 106 باقي لنا عند الدوله 95 مليار. فاللي سرق ال 95 يجيبهم لنا تاني. محدش يعرف. ما يسال رئيسه. اسال السيسي اللي سرق مننا ال 95 وما رضاش يجيبها لنا. مش برلمان بيحاسب؟ هو في عندك برلمان في مصر؟ هو في عندك برلمان في مصر ولا في اصلا مؤسسات في مصر؟ هي عزبه بيحكمها واحد. رقم ثلاثة اللي هي الجزء الثاني، عندنا 15 مليار نقطة اللي قالها الأستاذ ياسر الآن، 15 مليار جنيه صرفوا على 19 سجن. هل في دولة محترمة في الدنيا تصرف 15 مليار في سنة علشان تسجن فيها خيرة البلد وأفضل ناس في البلد؟ علماء وأساتذة الجامعات ومدرسين وطلاب وطالبات كل دول يتسجنوا ويتحطوا في سجون وعشان خاطر يعني انه يحافظ على الكرسي بتاعه. يا اخي غور انت والكرسي بتاعك، بس رجع للناس حقوقها. رجع 15 مليار يتصرفوا على الشعب المصري وتصرفوا على اولادنا اللي قاعدين في المدارس دول. يبقى انت كده عالجت المشكله بشكل صحيح، انك تبني مدارس مش تبني السجون. رقم اربعه، انا عندي 109 مليار و2 من عشرة تم صرفهم، او هو اشترى 24 طياره رافال، كل طياره ب 90 مليون دولار. هذه ال 90 مليون لما تضربها في 24 طياره رافال، صفقه اتعملت وقال لك لازم تتم تنفيذ هذه الصفقه في 3 شهور، يبقى اجمالي القيمه 109.2 مليار جنيه. لو انا يعني انا استفدت انا كمصري من 124 طياره رافال،
غير انها بتلف وتدور حوالين السيسي لما يبقى في حته يطلع يطلعهم يرسموا له دوائر ولا يرسموا له قلوب داخل فوق دماغه وهو قاعد. ال 24 ليه؟ يا اخي شيل منهم 12 وطلع لي منهم 52 ولا 53 مليار عالج بهم مشكله الكثافه اللي موجوده. رقم 6 طلع لي بس 1 مليار من المرافقين للسيسي في الجولات الخارجيه بتاعته. ايه دخل الرقصات ولاعيب الكوره والفنانين والمش عارف والممثلين لما يطلعوا في كل رحله يطلعها يجيب النصارى ويجيب الرقصات والممثلين ويطلعوا معاه عشان يسقفوا له ويهيصوا له في الرحلات الخارجيه بتاعته؟ يا اخي وفر الكلام ده لان اقامتهم على مصر، على الشعب المصري ومن دم الشعب المصري، اقامتهم وسفرهم واكلهم وشربهم من دمنا. طب ليه ما ترجع يا اخي يغوروا الناس اللي موجوده دي اللي بتروح دي وطلع الفلوس دي حطها؟ طيب. والله لما يعملها الناس هتحترم. عفوا معلش يا استاذ سيد ثواني بس. اقل من نص دقيقه. طيب انا عندي 200 مليار جنيه او لا مش مليار جنيه، 200 مليار دولار تم التفريط فيها بالتفريط في حقول مصر من الغاز وتسليمها للعدو الصهيوني. نعم. اسرائيل اخذت 200 مليار. ممكن يتعلم بقى يعني المقترح الثامن انه يتعلم من الرئيس محمد مرسي كيف تعامل مع الازمه. في 10 ثواني بقى لو كلمه اخيره. يعني يتعلم من الدكتور محمد مرسي كيف تعامل مع الازمه. طيب. بتوظيف كل مؤسسات المجتمع المدني.